إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله أي مما يليه؟ وكذلك في القبر الأفضل مما يليه ما يليه. نعم. إذا صلى الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أم يجعله من قبله؟ ما أدري كده. أي مما يليه عن بين قوسين ما يليه. وكذلك في القبر يجعل الرجل يليه والصبي للرجل ثم المرأة وراء ذلك من جهة القبلة. أيوه. كجنائز الصف الأول للرجال. أيوه. والذي يليه الصبيان ثم النساء متأخرون. كجنائز مثل الصفوف. أي صلاة يعني. مثل الصفوف. أيوه. يلي الإمام الرجال. ثم يلي الرجال الصبيان في الجنائز. أيوه. ثم النساء إلى جهة القبلة. أيوه. هذا هو السنة.